أول ظهور لدنيا بطمة بعد إصدار الحكم عليها بالسجن لمدة سنة حبسا نافدا، وهذا ما احتفلت به دنيا بطمة. إليكم التفاصيل. فقد نشرت دنيا بطمة مجموعة من الصور والفيديوهات عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام. والمثير للانتباه هو أن دنيا بطمة لم تبكي بعد صدور الحكم ولم تعتزل الظهور، بل بالعكس فرحت كثيرا كما بيّنت لنا ذلك من خلال هذه الصور، وكثفت ظهورها حيث نشرت منذ قليل صور جديدة. كما احتفلت دنيا بطمة بعيد ميلاد أحد الملوك الخليجيين، حيث قامت بنشر صورته مدونة عليها عيد ميلاد سعيد صاحب السمو الملكي. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء المغربي أسدل الستارة على أشهر قضية شغلت الرأي العام المغربي والعربي سنة 2020، حيث قضت المحكمة الابتدائية لمدينة مراكش بالحبس بثمانية أشهر نافذة بحق المغنية المغربية دنيا بطمة، وسنة حبسا نافذا بحق شقيقتها ابتسام. إلا أنه وفي محكمة الاستئناف تم الحكم على دنيا بطمة بسنة حبس، بينما تم الإبقاء على عقوبة شقيقتها ابتسام بطمة. وعلى ما يبدو فإن دنيا بطمة ما زالت تحتفظ ببصيص أمل من أجل براءتها، فأملها كبير في كلمة الأخيرة والتي ستكون للمحكمة النقد، فلها الكلمة الأخيرة التي ستحدد مصير دنيا بطمة، فإما الإدانة أو البراءة.